احسن طعم ميه في البحر الاحمر، على السعر باحسن طعم ميه في الحي، احسن طعم ميه في اللح في الميت. ناس كتير جدا وجدل كتير جدا بيقول افضل طعم ميه في الصحي وافضل طعم ميه في الميت. انا عايز اقول لك ان طعم ميه بتاعت الصحي وطعم ميه بتاعت الميت بترتكز على حسب حاله السمك الفيزيولوجيه وطلبات السمك الفيزيولوجيه. يعني السمك لما يكون فتره بيض غير لما يكون في فتره استيطان، غير لما يكون في فتره هجره. كل وقت يبقى ليها سمكه ليها لحف مفضل ليها. ما ينفعش تقول السردين افضل من الكاليماري، ما ينفعش تقول الشروي احسن من السردين، ما ينفعش نقول اللحف الحي احسن من كذا. اللحف الحي جميل جدا للسمك وللفروش، للسمك المستوطن وللفروش. بمعنى لو انت داخل على فرش بخ خلاص وخلص البخ بتاعه، والفرش موجود عندنا ومستوطن عندنا في فترة الهجرة بتاعته، الفترة اللي هو بيقعد فيها عندنا، هنا اللحف الحي ممتاز جدا زي الطرادي. طب لو السمك مهاجر او زي الشعور